يا مساءكم فلة. النهاردة هعمل ريفيو عن قلم جاف من ماركة شنايدر. الماركة دي ألمانية على فكرة. القلم حلو جدا، سلس في الكتابة، الخط بتاعه يعتبر وسط، مش تخين ومش رفيع. هو مش مكتوب عليه هو درجة كام، بس تقريبا 7/10. القلم اللي أنا جربته النهاردة هو قلم شنايدر الأصلي، وعشان حبايب الحلوين اللي دايما بيسألوني السعر كام أو جايبها منين، فأنا جايبة لكم أوفر ممتاز جدا بمناسبة رمضان. أكبر مكتبة أدوات مكتبية موجودة في بورسعيد مكتبة النجوم، سيب لكم اللينك بتاع المكتبة في أول كومنت. عاملين أوفر رهيب على القلم دوت، القلم الواحد 4 جنيه بس. مستنيين إيه؟ يا هتلحقوا الأوفر يا مش هتلحقوه. اشتريت من كل لون قلم وبس كده.